هلو هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كتير طلبوا ان احنا نشتغل باترون موزايك ونشرح على الباترون على بالورق. يعني ايه؟ يعني هشتغل القطعة وهوريكم انا بعملها ازاي في التنفيذ على الطبيعة. تمام، انا هعمل النهارده بورتوفي، احنا كنا نفذناه قبل كده بس هنعمل المرة دي رسمة تانية، فانا هعمله بنفس الالوان. فانا هستخدم فيه برضو خيط ليزا بلس ومعاه خيط قطن تاني نفس السمك هنا. سوري، زي ما انتوا شايفين الرسمة من مضاعفات العدد 17، من 1 ل 17. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا هعمل 17 سلسلة واكررهم تاني. ده عشان انا هشتغل دائري، هشتغل حلزوني، داير ما يدور، مش هشتغل مسطح، يعني مش هشتغل فلات وقطعة طويلة، لا انا هشتغل داير ما يدور. هنا لو انا هشتغله فلات بزود 4 غرز، تمام؟ لو انا هشتغل مسطح يبقى هزود 4 غرز، اللي هي بتاعت غرزة البداية هنا وغرزة النهاية هنا والغرزة بتاعت الارتفاع والغرزة اللي هشتغل فيها، يبقى بزود 4 غرز. لكن انا هنا مش هزود حاجة خالص، انا هشتغل على طول من 1 ل 17. فانا هعمل 17 سلسلة يعني واكررهم تاني لحد ما اوصل للعدد اللي انا عايزاه. تمام، انا هشتغل بابرة مقاس 3.5 عشان انا عايز الشغل يبقى مرخي شوية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. تمام، هكررهم تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. هكرر كمان مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. تمام، اهي دي قطعة، لا انا عايزة قدها كمان مرة، فهعمل 3 مرات كمان 17 17 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. تمام، اهي كده 5 مرات، لا هنزود كمان مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. كده بصوا بقى السلسلة اهي، لما هقسمها هتطلع معايا مقاس البورتوفي حلو جدا. مش شرط انا مش هتقيد بالمقاس ده، لان احنا شوفوا احنا دي طالعين معايا 6 مرات 17، فهيبقى معايا 6 فيونكات. يعني دي رسمة الفيونكة، هيبقى معايا 6 فيونكات، 3 فيونكات هنا و3 فيونكات هنا. فلكم ان تتخيلوا شكل الفيونكة هيبقى قد ايه، هيبقى صغير مش هتبقى كبير. يعني انتوا متخيلين ممكن الفيونكة هتبقى على، لو عدنا 17 هتبقى قد كده. تمام، فقد كده في طول قد كده، لان برضو الارتفاع 18. تمام، 18 غرزة فهتبقى طولها قد كده. سوري. فانا عشان عايزاها الطول اكبر شويه، يعني البورتفي يبقى كبير شويه، هزود غرز حشو. فهنمشي مع بعض واحده واحده. هفرد السلسله بتاعتي كده اهو، بفردها. تمام، بفردها خالص كده وبروح لاول غرزه وادخل فيها واعمل منزلقه. تمام، وبعدين برتفع سلسلة وبدخل تاني في نفس الغرزة في نفس المكان. انا ما روحتش حتة تانية، ثواني كده هنقرب مع بعض، هحاول اقرب لكم على قد ما نقدر، ثواني هطلعها اشوفها وارجع لكم تاني.
بصوا انا حطيت ماركر في اول غرزة هنا علشان ايه ما تلخبطش، فانا هدخل فيها اهو وهسحب منزلق تمام، وهرتفع سلسلة وهرجع ادخل تاني في نفس المكان واعمل غرزة حشو، فدي هتبقى اول غرزة معايا. تاني ان هشيل الماركر من هنا وهحط الماركر في اول غرزة حشو انا اشتغلتها تمام. هشتغل بقى في كل السلاسل دي غرز حشو، في كل سلسلة غرزة حشو تمام، هشتغل في كل سلسلة غرزة حشو. انا هشتغل كده حوالي 3 4 سطور وممكن يعني 5 6 سطور كمان تمام، على حسب ارتفاع المحفظة اللي انا عايزاه. بدخل في كل سلسلة بعمل غرزة حشو تمام اهو، هدخل في كل سلسلة اعمل غرزة حشو. طيب عشان الموضوع صعب والخيط اسود فانا هشتغله اوت اوف كاميرا، بس انا هوريكو الخطوات ماشية ازاي. فطبعا بما ان ده الجزء ده سهل جدا فايه هننفذه مع بعضينا كده تمام. فهنعمل في كل سلسلة غرزة حشو عشان ما نطولش الفيديو كمان. انا هنا خلصت السطر وصلت لأول غرزة تمام، دي كده بعيد شوية، هشيل الماركر من هنا وهروح عند أول غرزة حشو كانت عندي اهي، هدخل فيها واعمل منزلقة وارتفع سلسلة وادخل في نفس المكان تاني واعمل غرزة حشو. خلي بالكم عشان العدد ما يمسش مننا، وهرجع احط تاني الماركر في اول غرزة، والماركر بس بيعلمني اول غرزة عشان ايه ما تلخبطش فيها وانساها. انا هشتغل 4 او 5 سطور، ممكن اشتغل 5 تمام، باللون الاسود غرزة حشو عادية خالص، يعني برضو هشتغل اهو غرزة حشو عادية خالص، في كل غرزة حشو غرزة حشو تمام اهو، في كل غرزة حشو غرزة حشو. هشتغل دي حوالي 5 سطور تمام، علشان هعمل بعد كده الرسمة بتاعت الموزايك، وبعدين هرجع اشتغل تاني 5 سطور، فتبقى المحفظة بتاعتي مقاسها سوري مقاسها كويس، ما تبقاش المقاس صغير قوي يعني تمام. فهشتغل 5 سطور من اللون الاسود وبعدين ندخل نشوف بقى المحفظة بتاعت الموزايك هنعمل ازاي علشان ايه ما نطولش الفيديو، فده هيبقى غرز حشو عادية خالص. اوكي انا هنا خلصت 5 سطور من غرزة الحشو، تقدروا تشتغلوها 5 6 زي ما انتوا عايزين. السطر ده هعمله حشو برضو، اديني هرتفع اول سلسلة وهدخل بس هعمل حشو في الحلقة الخلفية تاني. انا عندي اهو هحاول بس اظهرها لكم اهي، مش عارفه ليه بشتغل باسود والله العظيم اهو. بصوا في حلقتين ورا على الابره، هشتغل في الحلقه اللي ورا بس تمام، مش هشتغل في الحلقتين باينه اهي. فانا هدخل في نفس المكان واشتغل في الحلقة الخلفية وهدخل في اللي بعدها اشتغل في الحلقة الخلفية وفي اللي بعدها هشتغل بالحلقة الخلفية وفي اللي بعدها في الحلقة الخلفية وبقية السطر كله في الحلقة الخلفية. انا هنا معلمتش اول غرزة، انا هرجع اعلمها علشان ايه ما تلخبطش او اجي اوصل لها وما ايه ما اعملهاش. دي اول غرزه احط فيها الماركر، هشتغل بقى بقيه السطر كله حشو في الحلقه الخلفيه اهو ماشي تمام كده زي ما احنا متعودين بنعمل شغل الموزايك. هخلص السطر ده وارجع لكم نبتدي سطر الموزايك بقى. انا هنا خلصت السطر ده كله غرزه حشو في الحلقه الخلفيه زي ما شفتوا، هوريكم كده السطر ده مختلف ازاي.
شايفين السطر ده لما اشتغلته عمل لي هنا سنة كده بارزة، بصوا اهي لما اشتغلت السطر ده في الباك لوب، بصوا عمل لي السنة دي ازاي. تمام، اهي السنة دي اللي انا هشتغل فيها الشغل بتاع الموزايك. هقول لكم بقى تركاية حلوة قوي في الباترون هنا. تمام، وكويس ان احنا معانا الباترون النهاردة عشان نشرح عليه. احنا بنعمل المربع بتاع علامة الاكس ده، هو ده اللي بيبقى فيه العمود. فانا لما يجي على السطر رقم واحد ما فيهوش عواميد خالص، فهيبقى رقم حشو، بس ده سطر تأسيس للسطر رقم اتنين بتاع سطر الموزايك. شايفين الرسم هنا عبارة عن اوت لاين اللي هو الجزء اللي بره ده كله، واللي هو الخط الداخلي، تمام، اللي هو بتاع الفيونكة. تمام، اهو شايفين اللي فيه علامات الاكس دي كلها، هو ده بتاع الفيونك. طيب انا عايزة الجزء الخارجي بالاحمر والفيونكة بالاسود، يبقى هعمل السطر ده بالاسود والسطر بتاع ده الاتنين ده علامة الاكس بالاحمر. تمام، فهيبقى عندي الفيونكة الشغل اللي بره بالاحمر والفيونكه باللون الايه؟ الاسود، لان انا بشتغل سطر، السطر اللي بعده السطر ده احمر، السطر اللي بعده هيبقى اسود، فلما نيجي اشتغل اسود بصوا هتبقى عمل ايه؟ بدايه الفيونك. اوكي، اللي هو اللون الازرق ده. طيب انا عايزه العكس، انا عايزه الشغل ده كله باللون الاسود والفيونكه باللون الاحمر، يبقى هعمل السطر ده باللون الاحمر. فاجي اعمل السطر ده بعد كده بشتغل احمر اسود احمر اسود احمر اسود، هيمشي كده احمر اسود. شايفين كل سطر وانا هحاول اكتب لكم عليهم كده اللون. يعني بصوا السطر ده لو انا هشتغله احمر، انا غيرت اللون على فكرة، انا كنت هشتغله بالاوف وايت بعدين رجعت في كلامي هعمله بلون احمر كده، هيبقى شكلها لذيذ. يعني احمر اللي هو السطر رقم واحد، السطر التاني هيبقى اسود وده احمر ده اسود. بصوا كده السطر ده باللون الاحمر هيبقى كله حشو في الحلقة الخلفية، السطر اللي باللون الاسود الاوت لاين الاجزاء الخارجية اللي بره الفيونكة هتبقى هي اللي باللون الاسود. تمام، هاجي السطر بعد كده احمر، بداية الفيونكة بتاعتي هي اللي باللون الاحمر، فحدد لي الرسمة. فمن هنا هقدر اختار الالوان واللون. يعني لو انا مش عايزه اللون يبقى، يعني لو انا عايزه احدد الالوان بتاعتي يبقى شكلها ايه، الطريقه دي اسهل حاجه. تمام، يبقى معنى كده ان انا هشتغل السطر رقم واحد باللون الاحمر، يبقى انا هعمل سطر كمان غرزه حشو بالحلقه الخلفيه في الحلقه الخلفيه باللون الاحمر. هنشوف مع بعض. انا هنا دي اخر غرزه، هاجي عند الغرزه الأولانية أهو، هخلع الماركر بتاعتي وأروح عند الحلقة الخلفية بتاعت الغرز وهسحب اللون التاني. أنا هنا في الحلقة الخلفية واقفة، هسحب اللون التاني وأعمل بيه منزلقة وآخد اللون الأسود أشده. خلي بالكو أنا هرجعه ورا مش هشتغل بيه، وهرتفع سلسلة وهدخل تاني في نفس المكان اعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، واروح تاني في كل غرزة اعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. تمام، اهي بصوا في حلقتين اهو على الابرة، انا باخد دي اشتغل عليها اهو. بصوا في حلقتين اهي، هدخل في اللي ورا بس. تمام، بدخل في اللي ورا في الحلقة الخلفية، هكمل السطر كده بنفس الطريقة ولما نرجع نشوف هنعمل ايه. اوكي، انا هنا خلصت السطر زي ما انتوا شايفين، وهروح عند اول غرزة تلقائي اهو،
هرجع الخيط الاحمر لورا واسحب الخيط الاسود اعمل بيه منزلق، واروح شد اللون الاحمر كده عشان يقفل لي الايه الغرزة. خلي بالكم ان الغرزة الاولانية دي معانا، دي من ضمن العدد. همسك بقى الرسمة بتاعتي واشوف بتقولي ايه. احنا عملنا السطر الاولاني اللي هو الاحمر، يبقى هنشتغل ده اسود. بيقولي ايه؟ اعمل 2 عمود، 1 2 3 4، 4 حشو. طبعا الحشو هنبقى عارفين في الحلقة الخلفية، والاتنين عمود هننزل ناخده من السطر اللي تحت، ده اسود هننزل اخده من على الاسود. يبقى هعمل اول حاجة 2 عمود. تمام، انا الاول هرتفع سلسلة وهاخد لفة وانزل، هي دي بتبقى يعني رخمة شوية عشان هي اول السطر، هنزل اخدها من تحت من هنا. تمام، هنزل اخدها من تحت واخد لفة واعمل العمود، وهاخد لفة تانية واروح للي بعدها اهي. فبقى كده معايا 2 عمود. بعد الاتنين عمود بيقولي هعمل 1 2 3 4 حشو، وبعدين 1 2 3 4 5 عمود، 4 حشو و5 عمود. الحشو هيبقى الحشو في الحلقة الخلفية، 1 2 3 4. وبعدين احنا قلنا 1 1 2 3 4 5، 5 عمود، وبعدين تاني 1 2 3 4 4 حشو. بهعمل تاني 5 عمود، ادي واحد هنزل اخده من تحت من هنا اهو، 1 2 3 4 5. وبعدين 1 2 3 4 4 حشو. هوقف ده كده اهو، بصوا، علشان لما اجي ادخل هدخل في الغرزة اللي جنبها، ما ارجعش اخد من ورا. بعمل ده كده، وبعدين 1 2 3 4، وبعدين 1 2 2 عمود. ادي واحد اهو، 1، ادي 2. طيب انا كده التكرار بتاعي خلص. شفتوا بقى الجزء اللي هيبقى اللي بره ده يعني هو الاسود، والجزء بقى اللي هيبقى ده اللي هيظهر الفيونكة هنشوف بعد كده هتفهموها يعني. تمام، يبقى التكرار بتاعي بيقول لي هعمل 2 عمود، 4 حشو، 1 2 3 4 5، 5 عمود. اللي عايز ياخد الصورة سكرين ياخدها، 5 عمود، 4 حشو، 2 عمود. خلصت ال2 عمود هنكرر تاني 2 عمود اهو، انا هنا في نفس المكان، مش هروح ولا هاجي ولا هعمل اي حاجة، هكرر 2، ادي 1، ادي 2، اللي هما الاتنين دول. تمام، وبعدين تاني 1 2 3 4، انا بكرر الرسمة ريبيت. تمام اهو، عملت 2 عمود، هعمل 4 حشو. طب انا هنا ناهية ب2 عمود وبادية ب2 عمود، مش مشكلة، عادي جدا. 1 2 3 4،
أربعة حشو، 1 2 3 4 5، 5 عمود. ادي 1، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. أدي 5 عمود، وبعدين 4 حشو 2 عمود أهو. 1، 2 3 4، وبعدين 2 عمود. هاخد لفة وانزل اخد العمود من تحت. 1 2. عملت التكرار التاني، خلصت، هرجع عيد من الاول تاني، وهكذا لحد ما اخلص الرسمة كلها اللي معايا. فانا هخلص السطر ده عشان الفيديو كده هيبقى طويل قوي. بصوا انا هنا وصلت لحد الجزء ده، فاضل الاتنين دول. عايزة بس اوريكوا حاجة، اخر 2 دول اللي هما الـ2 عمود. بصوا هدخل هنا اهو، هاخد عمود، وهدخل هنا اخد عمود، العمود التاني. بصوا لما بحط الـ2 دول جنب بعض اهو، اول الشغل واخر الشغل، بقى معايا الـ4 عواميد. لو هبص كده للتكرار بتاعي هلاقي هنا 4 عواميد، هنا 5. بصوا اهي، انا عايزه بس اوريها لكم. بصوا اهي، هنا 4 عواميد جنب بعض، هنا 5 4 5 4 5. عرفنا لما بنقفل بقى الشغل على بعضه بتبتدي الرسمه تبان معايا انها يعني انها كده مظبوطه. هدخل في راس العمود الاولاني اهو، وهرجع اللون الاسود لورا، وهسحب اللون الاحمر واعمل بيه منزلقه. تمام كده اهو، واروح ماسكه اللون الاسود شداه علشان يظبط لي الشغل، وهاخد سلسله. احنا هنا خلصنا اللون الاسود، هشتغل بقى في اللون الاحمر. اللون الاحمر بيقول لي اول غرزتين 1 2 حشو، ما دام ما فيهاش اكس يبقى حشو، 2 حشو عمود، 2 حشو عمود، تاني 2 حشو عمود، 2 حشو عمود، هنعملهم مع بعض. يبقى اول غرزة اهي 1 2، وبعدين عمود. هاخد لفة وانزل اخد العمود منين؟ من تحت، من هنا. وبعدين 2 حشو، ادي 1، كله في الحلقة الخلفية زي ما احنا عارفين، 2 حشو، وبعدين عمود هنزل اخده من فين؟ من تحت اهو، من هنا. تمام، يبقى انا عملت ايه؟ 2 حشو عمود، 2 حشو عمود، وبعدين هعمل 1 2 3 4 5، 5 حشو اهي، 1 2 3 4 5، 5 حشو، وبعدين عمود 2 حشو، عمود 2 حشو، يبقى هعمل عمود، هنزل اخده من هنا اهو، عمود، عملت عمود 2 حشو، عمود، اتنين حشو. كده التكرار بتاعي لحد هنا خلص.
هنعيده تاني اهو، بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، 2 حشو، 2 حشو عمود، 2 حشو عمود، 5 حشو عمود، 2 حشو عمود، 2 حشو. خلصت لحد هنا اهو، احنا في سطر رقم 3، 2 حشو. هرجع اكرر تاني، ادي اول السطر ايه 2 حشو، هرجع تاني اكرر من اول السطر اهي، بصوا هلاقي تحتها عمود، ابقى انا كده ماشية مظبوطة. 2 حشو اهو عمود، 2 حشو عمود، وهكذا. هكمل السطر برضو بنفس الطريقة، فبرضو عشان ما اطولش عليكم انا هخلصه بقى اوت اوف كاميرا، يبقى احنا ايه عرفنا التكرار بتاعنا ازاي. انا هنا وصلت لاخر غرزتين في السطر، احنا في السطر الاحمر رقم 3، اخر غرزتين، غرزتين حشو، اخر غرزتين، غرزتين حشو، هيجوا فوق العمودين اللي هنا اهو، 1 2. فبصوا لما نحط الغرزتين مع الغرزتين اهم، هيدوني الاربع غرز اللي هم هنا، تمام. ابقى انا كده ماشية ايه مظبوط جدا. انا هنا ما قفلتش لسه السطر، هرجع الخيط الاحمر لورا واسحب الخيط الاسود. الاول هدخل في راس غرزة الحشو الاولانية اهو في الحلقة الخلفية، وارجع اللون الاحمر لورا واسحب الاسود واعمل بيه منزلق، واشد الاحمر كده اهو عشان ما يعمل ليش يعني فجوة، في يعمل لي كأن في غرزة زيادة، واعمل سلسلة، تمام كده. المهم هدخل انا هنا معايا بقى السطر رقم 4 اللي هو اسود، تمام. بيقول لي هعمل 2 عمود، 2 حشو، 2 عمود. الاول هاخدهم، هاخد لفة، لحظة كده، هنزل اخدهم من راس في الحلقة الامامية في راس العمودين اللي تحت. بص انا معايا هو تحت 2 عمود، كل عمود فيهم ليه الطرف بتاع الراس بتاعته، تمام. انا عايزة بس افصلهم عن بعض عشان يبانوا. احنا معانا ادي عمود اهو، هاخد لفة وادخل في راس العمود الاولين واعمل عمود، واخد لفة وهنزل في راس العمود، بس انا عشان دخلت في العمود غلط اهو، هي دايما بتبقى اول غرزة الغتتة شوية. بصوا العمود معايا اهو، تمام. بدخل في الحلقة الامامية بتاعته اهي، وفي العمود التاني بدخل في الحلقة الامامية بتاعته. فبقى انا كده معايا عمودين فوق العمودين اهي، اتظبطت اهي الحمد لله. فمعايا 2 عمود وبعدين 2 حشو عمود، هعمل الاتنين حشو، ادي 1 2 حشو عمود، هاخد العمود، هاخد لفة وانزل اخده من هنا اهو، 2 حشو عمود، 2 حشو، 3 عمود، 1 2 وبعدين 3 عمود، هاخد لفة وانزل هنا، ادي 1، ادي 2، ادي 3. خدت 3 عمود وبعدين 2 حشو عمود تاني، ادي 1 2، 2 حشو عمود وبعدين 2 حشو، 2 عمود اهو،
هيبقى معايا 2 حشو، ادي 1 ادي 2 وبعدين 2 عمود. بصوا هنا دي عشان في النص باينه ازاي، بصوا كل طرف عمود اهي ليه سنه اهي هدخل فيه. عندي 2 عمود، 1 واخد لفه واخد التاني، تمام. فده التكرار بتاعي اهو، بيقول لي 2 عمود 2 حشو، عمود 2 حشو، 3 عمود 2 حشو، عمود 2 حشو، عمود. هكرر تاني، انا عندي 2 عمود هرجع اكرر تاني 2 عمود 2 حشو اهو. ادي 2 عمود، 1 2 وبعدين 2، 1 2 2 حشو، 2 عمود 2 حشو، عمود. انتوا مع التكرار هتفهموها، يعني هتلاقوا نفسكم ايديكم ماشيه. ويا سلام بقى لو كتبتوها او احتفظتوا بالباترون هتلاقوا نفسكم قادرين تمشوا فيه بسهوله، تمام. هعيد نفس اللي انا عملته وهكمل بقى. انا هنا وصلت للعمود، هكمل انا بقيه الباترون وهكرر تاني لحد ما اوصل لحد قفله السطر. اوكي، انا هنا وصلت لاخر السطر، زي ما انتوا شايفين اخر السطر الاسود معايا بيقول لي 2 عمود. هعمل هنا الاتنين عمود، هدخل هاخد لفه وانزل لطرف العمود واخد لفه تانيه وانزل لطرف العمود التاني. بقيت انا كده، بصوا الرسمه بتاعتي اكتملت، تمام. هروح رايحه على اول عمود اشتغلته، هرجع الخيط الاسود لورا وهسحب الخيط الاحمر وهعمل منزلق وهشد. عايزك بس تشوفوا لما بشد الغرزه بتبقى شكلها ازاي. انا هنا اهو معايا الاحمر اهو، بصوا هشد دي عشان ما تعمليش كانها غرزه اهي، تمام. فدي كده مش غرزه، فهنبتدي نشتغل باللون الاحمر. احنا هنا وصلنا للسطر رقم 5. السطر رقم 5 بيقول لي هعمل، المفروض ان هنا بقى اسود، هنا هنعمل هنا ح بس، وهنا سين ح سين ح سين ح سين ح سين ح سين ح سين، او هنسميها اللون A واللون B. اللون A واللون B، اللون A وB، تمام. تمام كده، احنا هنا في اللون الاحمر اللي هو في السطر رقم 5، تمام. انا هنا في السطر رقم 5 هعمل 1 2 3 حشو عمود. هاخد الاول اهو سلسله وهدخل في نفس المكان تاني واعمل غرزه حشو، وفي اللي جنبها هعمل غرزه حشو، وفي اللي جنبها هعمل غرزه حشو، 3 حشو وبعدين عمود. هنزل اخد العمود تحت من عند العمود من هنا، اهو بصوا ما كانش فيه تحت عمود، استنوا كده ثانيه. بصوا انا دخلت في العمود اللي غلط اهي، مش هدخل هنا، هاخد لفه وادخل. بصوا في غرزه حشو متداريه جنبها كده، انا هدخل فيها. بصوا عشان الخيط رفيع يعني بتعاكس شويه، فبصوا دي جايه يعني اهي ودي جايه هنا اهي. 3 حشو عمود، 2 حشو عمود، 1 2 عمود، برضو مش هتبقى هنا، هتبقى في العمود اللي جنبها اهي، في غرزة الحشو اللي جنبها اهي. بصوا بدأت ايه تبقى هنا اهي،
تلاتة حشو عمود، اتنين حشو عمود، تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة عمود، اتنين حشو عمود، اهو عمود هاخده من هنا اهو، اتنين حشو عمود اهو، ابتدت تبان الايه، بصوا القواعد بتاعت الفيونكة من تحت اهي، تمام. وبعدين تلاتة حشو، ادي واحد اتنين تلاتة، وكده خلص التكرار بتاعي في سطر رقم خمسة. هعيده تاني، تلاتة حشو، هنعمل تاني تلاتة حشو، ادي واحد ادي اتنين تلاتة، شايفين التلاتة فين اهي؟ المفروض ان انا لما اجي هدخل في الغرزة، هدخل في الغرزة، لو انا هدخل في الغرزة هدخل في الغرزة دي، انا ما باخدش دي، انا باخد اللي تحتها، فبصوا اللي تحتها باينة فين اهي، اهي انا كنت غلطت وخدت دي، فلا بصوا المفروض ان انا ادخل في دي، فهنزل تحتها اهي، تلاتة حشو عمود اهي، بصوا تلاتة حشو عمود، اتنين حشو. انا بحاول اشرح المرة دي بالتفصيل عشان معانا الباترون، فعلشان اي حاجات انتوا مش فاهمينها في الموزايك بنحاول نوضحها المرة دي، يعني هو الفيديو مش خاص بالبورتوفيه قوي قد ما هو خاص ببعض التكنيكس الخاصة بالموزايك او الحاجات يعني الفنية قوي، تمام. احنا عملنا اتنين حشو عمود، هنعمل تلاتة حشو، تلاتة حشو، ادي واحد اتنين تلاتة، اللي هما تلاتة حشو عمود، اللي هو ده عمود، اتنين حشو عمود عمود، اللي هو هنا بصوا المفروض انا ادخل في الغرزة دي، بنزل في اللي تحتها، عمود اتنين حشو، واحد اتنين عمود، هنزل اخده برضو من هنا، خلصنا. وبعدين تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة، وهكرر الرسمة تاني، ابتدت تبان اظن يعني. انا هنا خلصت السطر، فاضل اخر تلات غرز، هيبقوا تلاتة حشو، اللي هو السطر رقم خمسة، تلاتة حشو، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، هروح لأول غرزة اهي، وهرمي الخيط الأحمر ورايا، وأسحب الخيط الأسود، وهشد بصوا الأحمر اهو، بصوا لما شد اهو عشان ما يعمل ليش غرزة. وهنا في السطر رقم ستة، تمام. لو انا بتكلم بالراحة او الفيديو طويل قولولي، انا بحاول اشرح المرة دي باستفاضة قوي. السطر رقم ستة اللي هو اسود، سين اهو اسود، تمام اهو زي ما احنا ماشيين مظبوط، اسود، واحد اتنين تلاتة اربعة، اربعة عمود، سوري، هاخد لفة وهنزل، استنوا، ايه اول سطر دي بتبقى، اول غرزة دي بتبقى غتت قوي، اي قفشتها، بصوا هاخد لفة، احنا عارفين ان احنا اول عمودين دول كانوا بتوع بداية السطر اللي قبلها، فهاخد طرف العمود ده اهو، عشان احاول اوسعها برضو شوية اهو، ادي العمود ده، تمام، هاخد لفة
وانزل اخد السنة بتاعت الاخ ده واخد لفة واطلع. تمام، ادي عمود، وهاخد لفة وانزل اخد سنة من العمود التاني. استنى، العمود الاولاني برضو مستخبي. بصوا اهي، ادي العمود الاولاني وادي العمود التاني. وادي المفروض ان في هنا غرزتين. ثواني برضو، بصوا بقى، دي جديدة علينا خالص، ان احنا في 2 اكس فوق بعض، ودي الوحيدة في الباترون ده اللي فيها 2 اكس فوق بعض. تمام، يا دي الغرزة الوحيدة اللي فيها 2 اكس فوق بعض، لان انا برضو عمال اقول انا هوصل لهنا في عمود احمر، فانا هشتغل ده كده وهاجي عند العمود الاحمر هلف من حواليه واشتغل عمود برضو. تمام، ونشوف هتطلع شكلها ايه. احنا اول مرة نعمل التكنيك ده، هو موجود وشفت الناس بتشتغلوا بالطريقة دي، بس احنا اول مرة نجربه. وبعدين حشو، وبعدين عمود، يبقى 1 2 3 4، 1 2 3 4، 4 عمود حشو، عمود 2 حشو، 1 2، اتنين حشو، عمود 2 حشو، عمود 2 حشو، عمود هنزل اخده من تحت من هنا، وبعدين 2 حشو، وبعدين عمود، اتنين حشو اهو. تمام، وصلنا لحد فين؟ وبعدين 1 2 3، 3 عمود. هاخد ادي 1 2 3. تمام، وبعدين هكرر تاني، هرجع تاني هنا 1 2 3 4، هاخد 1 2 3، والرابعة هاخدها من ورا العمود ده كده اهو، واكمل الباترون بتاعي عادي خالص. هكمل الباترون بتاعي عادي خالص، احنا عملنا 4 عمود، وبعدين ارجع اكمل. حاولوا تكتبوا ورايا. تمام، انا هنا خلصت السطر، فقفل معايا بالتلاتة غرزة عمود، فهاجي عند غرزة العمود الاولانية وارجع الخيط الاسود لورا واعمل منزلقة باللون الاحمر، واشد ده كده علشان ما يعمل ليش فجوة. انا هنا في السطر رقم 7 بيقول لي اعمل 1 2 3 4، 1 2 3 4 حشو عمود، هرتفع هنا سلسلة وهرجع ادخل تاني في نفس المكان واعمل 1 2 3، انا هنا عملت 4 غرز حشو، احنا هنا في سطر رقم 7، 1 2 3 4، وبعدين عمود 2 حشو
هاخد لفة وانزل اعمل عمود. المفروض ان انا هدخل في الغرزة دي، بنزل اخد العمود في الغرزة اللي تحتها. تمام، اظن واضحة اهي. عمود وبعدين 2 حشو، ادي 1 ادي 2، بيقول لي عمود 2 حشو، عمود حشو عمود. فهنزل اخد ادي عمود، بصوا هاخده من هنا، عمود حشو عمود اهو. بصوا الرسمة ابتدت تبان اصلا اهي، يعني الفيونكة ابتدت تبان اهي. احنا كتبت رقم 7، عمود حشو عمود، 2 حشو عمود، 4 حشو. هنقولهم مع بعض، 2 حشو، 1 2 عمود، هاخده من هنا اهو، وبعدين 4 حشو، ادي 1 2 3 4. تمام كده، التكرار بتاعي خلص. هعيده تاني، انا هنا خلصت 4 حشو، هرجع تاني اعمل 4 حشو اهو، 1 2 3 4، 4 حشو عمود، 2 حشو اهو عمود، 2 حشو اهو عمود، 2 حشو عمود حشو عمود اهو عمود، هاخده من هنا اهو، حشو عمود، تمام اهي. عمود حشو عمود، 2 حشو عمود، 4 حشو، 1 2 عمود، وبعدين 4 حشو، 1 2 3 4. وهنكرر اللي عملناه تاني. تمام، هنكرر نفس اللي عملناه تاني. ابتدت تبان ايه شكل الفيونكة بتاعتنا اهي. زي ما قلت لكم هما 6، تيجي نيجي نعد مع بعض كده، ادي 1 2 3، والناحية التانية 1 2 3. يبقى عرفنا احنا كده الرسمة بتتحدد ازاي. هخلص السطر ده ونرجع نكمل مع بعض. انا هنا خلصت كده السطر رقم 7، هروح بقى لأول غرزة حشو، هدخل فيها كده وهرجع اللون الأحمر لورا. وحاولوا فعلا يرجع لورا عشان ايه ما يلفش الخيط حوالين بعضه، يعني اركن دي كده تمام، ونسحب اللون الأسود واشد دي كده واشتغل. اشوف بقى السطر رقم 8 بيقول لي ايه. السطر رقم 8 بيقول لي هعمل ادي سين يعني اسود، 1 2 3 4، 4 عمود، 2 حشو. برضو هتبقى نفس المشكلة اللي ايه اللي بتقابلنا كل مرة، ان العمود اهي، بس انا عندي باينين اهم ال4 عمود. هاخد لفة وانزل عند اول دي، التانية اهي، دي اول
عمود واحد، وهاخد تاني عمود، ادي اتنين، تالت عمود ادي تلاتة، رابع عمود ادي اربعة. يبقى بيقولي هنا اخد واحد اتنين تلاتة اربعة عمود، اتنين حشو ادي واحد اتنين حشو اهو، عمود حشو عمود حشو عمود، يعني تلات مرات عمود حشو عمود حشو عمود. يبقى تلات مرات عمود حشو عمود، ده التانية حشو عمود، ادي التالتة عمود حشو عمود حشو عمود. ادي معايا التلات عواميد اهو، واحد اتنين تلاتة، وبعدين اتنين حشو واحد اتنين، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة عمود، يبقى اتنين حشو اربعة عمود. يبقى معايا اتنين حشو، وبعدين واحد اتنين تلاتة أربعة. أنا كده خلصت التكرار بتاعي، هبتدي أعيد تاني من الأول. تمام، أدي هنا مديني نص، إيه نص وحدة هنا، هكرر تاني أهو، واحد اتنين تلاتة أربعة، أربعة عمود أدي واحد أدي اتنين تلاتة أربعة. تمام، ادي أربعة عمود، وبعدين اتنين حشو، واحد اتنين، وبعدين هنكرر بقى اللي هما التلات مرات، عمود حشو عمود حشو عمود، تلات مرات اهي، عمود حشو عمود حشو عمود. بقى معايا التلات عواميد اهو، وبعدين اتنين حشو اربعة عمود، ادي واحد اتنين، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة. هكمل بقية السطر وارجع لكم تاني. انا هنا خلصت السطر رقم 8، انا هقف الفيديو ده لحد كده تمام، وعشان هيبقى طويل قوي، واللي فاهم الطريقة وخد الباترون، يعني خد الباترون سكرين شوت وعايز يشتغل مع نفسه، خلاص هو فاهم الطريقة تمام. اللي مش فاهم قوي ولسه عايز ان انا اكمل معاه الفيديو، فانا هكمل انا من الجزء من 9، من السطر رقم 9 لحد السطر رقم 18 تمام، في فيديو تاني. بس هحاول، بس انا عشان في الفيديو ده اشتغلت البدايات والحاجات التريكات اللي في الاول، يمكن طولنا شوية، حاولت اشرح باستفاضة على قد ما اقدر. يعني الفيديو اللي جاي هيبقى ان شاء الله مبسط، ان انا خلاص احنا فهمنا، فانا هكمل بس شرح الباترون مايكو. فاحنا هنا وقفنا عند السطر رقم 8، هشتغل السطر رقم 9 بعد كده، فاللي عايز يكمل هيستنى معايا.
واللي خلاص فهم الطريقة وهيكمل، ان احنا عند علامة الاكس هنعمل عمود، عند المربع الفاضي هنعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، يكمل على كده. وادي الرسمة اللي حابب ياخدها سكرين تاني كمان مرة. تمام، باي باي.